وبرضه بقول لحضرتك، قلت انه كان في 500 صحفي متقدم لمنصب رئيس تحرير ورئيس مجالس ادارات، صح ولا لا؟ 600 كمان. طب ليه نحرمهم كلهم باننا نمد تاني لناس؟ البعض بيقول ما هم عايزين يفضلوا قاعدين على الكراسي بيتحدوا يعني الموقف، القانون اللي وعايزين يفضلوا قاعدين على كراسيهم. احنا مش عايزين برضو الاتهام ده يطول. القانون موجود هنحل المشكله. أكيد. يا سيدتي انت باختصار، الصحفيين حتى الموجودين دلوقتي حتى دول خايفين، لان انا لما في الاخر حدي لرئيس الجمهوريه يعني السلطه التنفيذيه حق اختيار المجلس الاعلى للصحافه في حسب مشروع القانون المقدم ده، يعني معناها انه جهه ما حكوميه هتختار رؤساء تحرير الصحف كلهم اللي موجودين اللي هيجوا مطرح دول، وده ضد استقلال الصحافه، وده الكلام ده ضد استقلال الصحافه، وده اللي شارع في الشارع الصحفي، انه الحكومه زهقت من رؤساء التحرير اللي موجودين دول وعايزه تجيب صحفيين على قدها. على حسب الطلب. ما هو ما يتردد الرأي الثاني برضو، لا الرأي الثاني برضو تريد السيطرة والهيمنة على الصحافة المصرية. وما يتردد برضو في الشارع، وأنا بنقل لحضراتكم، أنه الصحافة تريد الهيمنة وتريد أن تكون سلطة. هذا كلام، سلطة ليس وراها مراجع، ودي مسألة برضو. هذا كلام لا أساس له من الصحة. طيب. هذا كلام بس لا عايز لا هو جدل في الشارع، احنا بنقول الرأي والرأي الله. يفترض على حضرتك ان لا انا ما كررتهاش، انا اول مرة اقولها. لا انا اول مرة اقولها. الصحافة المصرية التي خرجت من على سلمها ثورتي 25 يناير و30 يناير. لا 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 ده الصحافة المصرية. على فكرة انتوا بتنسبوا لا 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 مش بنسب، دي الحقيقة. لا الثورة خرجت من كل شوارع مصر، مش من سلالم الصحفيين. سلالم نقاب الصحفيين خرجت منها ثورتين متتاليتين، سواء لا نقاب صحفيين لا الصحفيين يا استاذ جمال معلش لا لا بلاش اللغة الثورية. لا مش كده، ده تاريخ بيقول هذه النقابة اللي عمرها ده احنا المفترض حضرتك تفتخري لا تفتخري ان مصر فيها نقابة عريقة مثل نقاب صحفيين. يعني على الشعب المصري كله. لا انا مفتخرة جدا. طالبين بنقابة للإعلاميين. لا انا مفتخرة جدا. كده بقى سحبنا الطلب. الشعب كله مفتخر، والدليل ان في فئات كتير قوي بتستخدم سلم نقابة الصحفيين عشان تقف تعمل اعتصامات. فئات لا تنتمي للشارع الصحفي ولا للوسط الصحفي. تستخدم سلالم النقابة لعمل فعاليات ثورية. بشكرك جدا أستاذ صلاح عيسى عضو المجلس الأعلى للصحافة، وبشكر حضرتك أستاذ جمال عبد الرحيم سكرتير نقابة الصحفيين. وبعد فاصل قصير هنرجع